صفة الاغتسال. جان شو دقة طريقة؟ الاغتسال على صفتين. جان شو دقة دو طريقة يعني دو طريقة يعني. الصفة كاملة. يا كيف شو بحكي كاملة صفات؟ أولا يغسل الفرجين القبل والدبر. أول سرا وتي دوين شرمجا ها شو دي؟ راب دي مني نجيبه وبوش تني نجيبه. ينوي بقلبه. وبدأ نيتك وانت دين توقع غسله. يسمي. وبدأ بسم الله وشي. يغسل الكفين. وتي دوين دستان شو ديتي؟ يتمضمض استنشق استنثر. قول كل جان تو بونزا أتمنى كبر شندرك. يغسل الوجه. وبدأ وتي ديما شو دي؟ اليد اليمنى. دست راستا شو دي؟ اليد اليسرى. دست شقة شو دي؟ يغسل أبا أسروي بالماء مع الأذنين. وبدأ وتي سرا شر شو دي تكون وتي بوشان. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. وبدأ دست راستي نيمك وتي بحكة شو دي؟ ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. وبدأ تشبين نيمك بحكة شو دي؟ ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى. بداوتي راستي نمر بادا شودي ردا شبين نمر بادا شودي. الصفة الثانية مجزئة سهلة. دومي صفات كأس آية تبكرتي غسل بي. ينوي بقلبه. دلانيتك. يسمي يقول بسم الله. بسم الله وشي. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. بدا بحكي جسمه وتي سرات بغير بحكي جسمه هتشي كمود شيء ده سندروستا هورا شو ديتش. مع المضمضة واستنشاق واستنثار. بلا يكون قول قولا او بونزا ما كان بس عندك كان قال يخرج بهذا يصلي لا يحتاج يتوضا او هو همي طريقه يا دربيتن النماز بواني ايات دي دسمات دي ضرورت نهي والله اعلم.